الله يجعلنا مستغرقين مستهلكين في السلام على سيدنا مولانا رسول الله. كان من بعض أوراد الموفقين أنه يسحب على السبحة يوميا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال هذه بتجعل عندك روحانية الحضور مع سيدنا محمد أينما كنت في العالم. فيا أيها الصب المعنى بحبنا أجزتك في كل الجهات إقامتي. وتصبح تطوي المقامات بلا إقامة، تطوي المقامات بلا إقامة، لأنك اتصلت بسر الزعامة، واتصلت بإكسير الإمامة، واتصلت بسيدنا ومولانا محمد الذي من اتصل به طويت له جميع المسافات، وزالت عنه جميع الآفات، وحملت عنه التبعات، ودفعت عنه الأذيات، واتصل بالحق سبحانه وتعالى. من أعظم أبواب الشهود في الاتصال. الله يوصلنا من باب سيدنا محمد، الله يدخلنا من باب سيدنا محمد، الله يدنينا من باب سيدنا محمد.